مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من زدني علما، نحاول نتواصل فيها معكم ومع تفاعلكم اللي وصلنا من أسبوع إلى آخر في حلقتين لزدني علما، سواء كان هالأربعة أو يوم الجمعة من 8:30 لـ10. نحاول أن نتفاعل معكم مع مقترحاتكم وكذلك مع ما يوصلنا من اقتراحات، سواء كان بالمشاهدة المباشرة وإلا عن طريق الفيسبوك لزدني علما أو عن طريق البريد الإلكتروني وإلا بالتليفون 74-621-607 74-621-607. تخليكم مباشرة معنا في تواصلكم، في تفاعلكم، في تجاوبكم مع مختلف المواضيع، لنحاول أن نكون فيها قراب لهذه الشواغل ولهذه الاهتمامات ولواقعنا وما يطرح في واقعنا من بعض القضايا أو من بعض المسائل اللي تنجم تكون عندها تأثير في الحياة الاجتماعية أو في الحياة الاقتصادية. فمرحبا بكم ومرحبا بهذه الاقتراحات. شرفنا بالحضور اليوم في استديو زدني علما الأستاذ أحمد بوشحيمة. أهلا وسهلا بك سي أحمد، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك أخي نوري، مرحبا بضيفنا الأستاذ الجليل كمال الصيد، مرحبا بكم حضرات المشاهدين الكرام أوفياء متابعة هذا البرنامج. نتمنى أن تكون هذه الحصة فيها من الإفادة والإضافة، نستمد العون والتوفيق في ذلك من رب العالمين، إنه سميع قريب مجيب. مرحبا بك سي أحمد، ومرحبا أيضا بضيف كريم اليوم أنسنا في استديو زدني علما الأستاذ كمال الصيد، هو باحث متخصص في المالية الإسلامية. شرفنا بالحضور، مرحبا بك سي كمال. حصل لي شرف، مرحبا بك ومرحبا بجميع متفرجي قناة القلم العزيزة علينا. يعيشك وربي يوفقكم وبارك الله فيكم على الاستضافة الكريمة هذه. يعيشك. هو كيف قلنا متخصص في المالية الإسلامية، مؤكد أن الموضوع يكون عنده صلة بالمالية الإسلامية وبالاقتصاد الإسلامي، ولا شك أيضا أن البعض منكم في هذه الفترة بدأ يسمع في عودة لحديث متصل بمسألة ترتبط بالاقتصاد الإسلامي وبالحياة التنموية الاجتماعية في الإسلام، وهي الأوقاف. البعض منكم يقولها الأحباس، الأحبس ولا الوقف. ولابد أنه معكم مشاهدين نثير بعض الأسئلة فيما يتصل بهذه الأفكار، بهذه المواضيع اللي قاعدة تسود في هذه الفترة أو لعلها تعود من جديد اليوم في المجتمع التونسي للحديث عنها. نقول تعود من جديد لأنها كانت موجودة بيننا ولأنها متأصلة أيضا في تاريخ الاقتصاد الإسلامي. فما هو الوقف؟ شنو هو الوقف هذا؟ خلينا نتعرف عليه، ما معنى الوقف؟ أيضا كيف نشأ الوقف في ظل التاريخ الإسلامي؟ هذه مسألة لابد أن نعود إليها بتفاصيل. ما أهمية الوقف في الحياة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في التاريخ الإسلامي؟ أيضا الوقف كان في تونس موجود ولكنه ألغي، لماذا ألغي الوقف في تونس في فترة من الفترات وتحديدا تقريبا عام 57؟ ما تداعيات إيقاف الوقف في تونس والعمل بالوقف في تونس؟ هل يمكن للوقف أن تكون له تداعيات على مدنية الدولة؟ هل يمكن أن تكون له علاقة بضرب مدنية الدولة؟ وما تداعيات ذلك؟ ما أهمية العودة اليوم من جديد بعد الثورة في تونس للحديث عن الأوقاف وألا عن الأحباس؟ هذه الأسئلة مش تكون موجودة معكم ومع ضيفين الكريمين ومع أسئلتكم اللي تجم تكون موجودة معنا عن طريق التليفون 74-621-607. مرحبا بكم وبها، ومرحبا بهذه التساؤلات اللي لابد أن نخوضوها معكم، لأنها عند البعض ربما فكرة الوقف فيها مداعمات وفيها حجج لكي يدافعون عن هذه الفكرة، والبعض الآخر ربما متخوف متحرج من هذه العودة للأوقاف في تونس. فلابد أن نطرح المسألة بشكل دقيق معكم. خلينا نرفع إن كان هناك حرج، وخلينا ندعم حجة من ينادي بضرورة عودة الأوقاف في تونس. مش يكون الحوار صريح وحوار مفتوح بيننا وبينكم، فمرحبا بها. وحتى من خلال الروبورتاجات حاولنا أن تكون أراءكم موجودة وأراء المخالفين أيضا لعودة الوقف موجودة وأراء المداعمين لها أيضا موجودة. هك علاش مش ننتلقوا بكم أنتم مشاهدين الكرام. خلنا نسأل، شنو مفهومكم للوقف؟ شنو تعرفوا عن الوقف وشنو تعرفوا عن تاريخ الوقف؟
حسنة، بما أنك شاهد على تاريخ الأحباس والأوقاف في تونس، كان تعطينا شنو أهم الأحباس اللي كانت موجودة في تونس؟ شنية كانت موجودة في صفاقس خاصة؟ الأوقاف في عدة مجالات، أهمها في السطح المواجل، لأن صفاقس ولد عطشة فكانت حاجة إلى المياه، وهي قلعة اقتصادية، ورغم ذلك غير ليس يوجد بها ري، فلذلك وجدت هذه الظاهرة، ظاهرة السطح والمواجل، بصورة كبيرة جدا. وهذه الصح أصلها صح المنيف، مواجه المنيف في آخر الأحداث، في كل حبس ينص إذا انقطع إلى أين يتحول، فتحول إلى ملك عام بعد حل الأحداث، وهي الآن ملك عام، لم تستثمر من طرف البلدية، فحولتها إلى حديقة للتنفس والتهوية. المكان هذا كان موقف وكان محبس، تعطينا لمحة صغيرة عن المكان هذا؟ قبل أن أتحدث عن هذا المكان أتحدث عن تونس، أصبحت بألف خير وزيادة وزيادة. بالأمس القريب كانت هذه السطح، مجموعة من السطح للري، بعضها يملي به النساء والرجال والأطفال بحسب العرف، الليل النساء والنهار، يعني كانت بلد عطشة، عطشة جدا بحكم المد الحضاري، والحمد لله وما زال المد الحضاري يتقدم بجهد أبنائنا. كانت السطح أصبحت روضة، أصبحت محضنة، أصبحت مكتبة، أصبحت مسجد. هذا ليس عن أننا لسنا في حاجة للماء، في حاجة إلى الماء وزيادة، ولكن مد القنوات المياه وشبكة المياه والحمد لله هي التي عوضت هذه المواجل. ونذكر بألف خير أصحاب هذه الصح للتاريخ، الصح الكشو والصح الميف، وبعض النساء تبرعت ببعض الصح، ودور المرأة كان وما زال يتواصل مع الأيام. المكان هذا اللي موجود فيه حاليا جامع الكبير بالعين بمركز بن حليمة، كيفاش كان قبل؟ كان أرض شراها المرحوم محمد القسطنطيني رحمه الله، وحبسها وبنى عليها مسجد وحبسه، فهذه خصوصية للأوقاف. من الأوقاف ما تم تحويله من مرفق عام إلى مرفق آخر، ومنهم من أسس للمسجد أو لشيء آخر وتواصل معه ذلك التأسيس. ومن المفيد جدا أن نقول التاريخ أن الكثير من المرافق في الأوقاف تضاف إليها مرافق تمويل، فهذا المسجد المرحوم الذي أسسه خصص له بورتين، قلنا احنا ثانيه وثانيه، من مدد الغلال باستمرار يتعهد المسجد للبناء، للتبييض، للاثاث، للاضافه، حتى لو اصبح ملكا من املاك الدوله، لان الزعيم الراحل بورقيبه قال عندما اوقفنا الاوقاف لان الدوله ستعوض خدمات الاوقاف. انا اقول لبورقيبه مع احترامي الكبير اليه، الاوقاف تضيف الى خدمات الدوله، وهذه البورة الأولى والثانية ما زال كانت موجودة ووقع التفويت فيها لأسباب عديدة. المهم هذه أرض خصصت للجامع وحبس الجامع وأضاف إليها هذا الدعم. المكان هذا كان موقف قبل وكان محبس وتوا نشوف فيه ولا مدرسة، لو كان تحكينا عليه المكان هذا. الأوقاف متعددة والحمد لله رب العالمين، زالت آثارها الطيبة مثمرة. أو المدرسة هذه تأسست في مركز ناجي، مدرسة الحسنى بمركز ناجي، الآن أصبحت مستودع لمركز البيداغوجي. وهذه الأرض كانت متسعة الأطراف، حبس لسيدي الحسن الكراي، ثم وقع كراؤها للفرن لأنها كانت بعيدة عن المدينة، ولما أصبحت مهملة وزارة التربية القومية والمسؤولين والبلدية وضعوا أيديهم عليها وتحولت إلى مدرسة. مدرسة الحسنى تحولت، كانت متواضعة جدا في مركز ناجي، قد قامت بدور كبير وكبير جدا، وأنا أحد المتخرجين منها، وتحولت إلى هذا المكان. وقبلها مدرسة البنات، كانت فصل بين الذكور والإناث، هنا مدرسة البنات وهذه للذكور، الآن أصبحت هذه مختلطة. المهم أن الأوقاف ذات أنواع متعددة وذات خصوصيات مفترقة. هذه أرض كانت حبس سيدي الحسن، تحولت بفضل الله لما أرادوا أن يوسعوا مدرسة الحسنى في مركز ناجي إلى هذا لكلمة الساعة. ومدرسة الحسنى في مركز ناجي ما زالت بصمتها العلمية متجددة في نادي ومخزن لمركز البيداغوجيا. دور الأحباس يا حسونة وتأثيرها في المجتمع شنو؟ الوقاف تعيش كل عصر، لابد من التطابق بين الواقع وبين حاجة الواقع، كي رافد من روافد الدولة وتدعم المسار الاجتماعي العام في الحق الفكري، في الحق الثقافي، في الحق الصحي. مثلا مستشفى الهادي شاكر في الحق الصحي، هو تسميته بالهادي شاكر تسمية مجازية، الهادي شاكر زعيم
ومناضل وكبير جدا يستحق اكثر من هذه التسميه. تسميه المستشفى باسمه تسميه رمزيه، هو الواقع مستشفى عزيزه عثمانه، وقد ساعدت هذا المستشفى بسانيه كبيره جدا من الزيتون في بوسمير قرب جبليانه. كل الاوقاف تجد مدد مادي، هذا شيء كبير جدا. المبيتات في جمع الزيتونه، عندنا مبيت فيه مدام، هو اولا سكن ومطعم مدرسي ومصحه وما الى ذلك، ذلك تجد فيه مدد مادي. ثانيه بوره، زراعه، زيتون، لماذا؟ محصوله المادي يدعم ذلك المرفق في الاوقاف حتى تواصل رسالته، حتى يواصل رسالته على احسن وجه، وهذا شيء كبير جدا. اذا فانا اقول نحن في حاجة إلى الأوقاف ودورها كبير جدا، لكن قبلها وبعدها في حاجة إلى اليد الأمينة، اليد الأمينة جدا لتقوم بواجبها في الأوقاف، وتخشى الله سبحانه وتعالى وتخشى أصحاب الحقوق. تنجمش تقول لنا يفيد باش ترجع الأوقاف في تونس ولا ملا؟ سلم تقييم المجتمعات يخضع إلى سلم الموارد المالية، والموارد المالية في الميزانية الإسلامية متعددة، مع الجباية هنالك الزكاة، هنالك الصدقة، هنالك صدقة الجارية، معها وقبلها وبعدها عنصر هام جدا هو الأوقاف. الأوقاف تلعب دور كبير جدا، هو دور مدني إسلامي، ليس هناك فصل بين الدين والدولة، متمازج. أو الأوقاف منظومة يرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى ويرجو بها الجنة، ومن حقه كصدقة الجارية، وهي تحت سلطة الدولة للإشراف على التسيير وعلى ميزانيتي، هي بالتالي دعم كبير وتوجه كبير في شعوب متعددة، كما قلت الساعة في التعليم، في الصحة، في الثقافة، في مجالات متعددة. أنا أعرف الحبس في ساقس، حبس في جبهة الغربة، جاء حتى سوق الحدادين، حتى سوق الزيت، يعني الغرباء عندما يموت أين يدفن؟ كانت صفاقس الجديدة الآن كانت كلها مقابر خاصة، فالغريب نحن في الزكاة لابن السبيل تصح الزكاة، والميت من الغرباء أين يدفن؟ وخصصت له مقبرة، بعض الأوقاف تخصص حتى للحيوانات السائمة، بعض الأوقاف تخصص لأبسط تصورات حتى للحيوانات الجائعة. إذا الأوقاف رحمة ننتظرها، ننتظر بعثها من جديد، لأنها دعم للإنسانية قاطبة، ليست خاصة بالمسلمين أو غير المسلمين، الإنسانية وحتى الحيوانات وحتى الطيور تخصص لها هذه الأوقاف، فعلينا أن نبتهج بهذا الإحياء من جديد. وضعت جمعية الأوقاف في حالة تصفية، ولهذا الغرض تؤلف لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن بيان تركيبها وتعيين أعضائها بناء على ما يعرضه الوزراء الذين يهمهم الأمر. ولهذه اللجنة مهمة تعيين أساليب تصفية الجمعية، ويجب عليها أن تنهي أعمالها قبل 30 سبتمبر 1956، وفي هذا التاريخ المذكور تستمر عمليات التصرف جارية وفق سنن التشريع الجاري به العمل. الفصل الرابع من أمر علي، مؤرخ في 20 شوال 1375 هجري، الموافق ل 31 ماي 1956. الوزير الأكبر رئيس الحكومة لحبيب بورقيبة. انطلقنا مشاهدينا الكرام من حجتين، حجة أولى نستند لها وهي شاهد العيان والمتخصص في العلوم الشرعية، وحجة حتى واقعية لأنه معايش للأوقاف وللأحباس في تونس، سي حسونة الملولي ربي يطول في عمره. وثم إلى حجة أخرى نجم نعتبرها حجة النص اللي تم الاستناد عليه لإيقاف الوقف
في 57، وهكا تكون ربما الرؤية واضحة بالنسبة إلينا في مستوى التعامل مع الموضوع في البداية، ولكم الإمكانية التدخل اليوم معنا في زدني علما باش تثريوا الحوار، وأيضا إذا كان ثم أسئلة تحبوا تسألوها مرحبا بكم للأستاذين أحمد بوشحيمة وكمال الصيد. سي أحمد، خلينا في البداية للناس ربما اللي ما تعرفش، حتى الجيل الجديد اليوم اللي ما يعرفش، شنو معناها الوقف؟ شنو معناها الحبس؟ والحبس هذايا اهميته شنية تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واصلي واسلم على سيدي وحبيبي رسول الله واله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. دعني اولا اخي النوري اشكر الاستاذ محمد المدنيني واحييه بالمناسبه على اختيار هذا الموضوع في هذا الظرف، لانه هذا الموضوع يشهد معنى الحديث حوله يشهد درجة حرارة عالية نوعا ما هذه الأيام، ووقعت إثارته، وهناك كثير من ربما من لا يعرفون حقيقة الوقف بطريقة علمية وبطريقة شرعية معمقة، ربما يرون فيه خطرا ويرون العودة إلى الأوقاف فيها ما فيها من المحاذير ومن المزالق ومن المخاطر. حصتنا الليلة ستتولى علميا وليس سياسيا، فنحن هنا نريد أن نبسط بعد عن كل التجاذبات السياسية، نريد أن نبسط المسألة علميا من جهة علم الشريعة ومن جهة ما يسمى في الفقه، فقه المعاملات، واللي اليوم فما اهتمام كبير على مستوى عالمي بمسألة المالية الإسلامية. نعم، حتى في أوروبا وفي أمريكا. شنو معناها الوقف؟ نأتي الآن إلى سؤالك، ما هو الوقف؟ الوقف من وقف، وقف يعني حبس، وهيك علاش يقولوا الحبس، الوقف ولا الحبس؟ نعم. وقف المال على أو لمصلحة كذا، يعني إنسان عنده مثلا أرض فلاحية تنتج، عنده مثلا بيت مسكن، عنده معناها مؤسسة، عنده آلات يقفها لفائدة طرف، ويبقى الانتفاع بها لذلك الطرف مدة قد تطول إلى الأبد، وقد تكون مشروطة بوقت معين. شكون يحدد المدة؟ يحدد الواقف، الواقف يعني الذي صاحب الملك، يقف هذا الملك على طرف آخر. أنا عندي عقار معين ولا عندي آلات معينة، نقول أنه هذا العقار هذا نحب يكون على ذمتي، على مجموعة ولا على المجموعة الوطنية، على ذمة الفقراء، على ذمة طلبة العلم، كتب أستطيع أن أقفها على طلبة علم في كلية معينة، في مسجد معين. الوقف يمكن أن يكون مالا للمسجد، يمكن أن يكون لطلبة العلم، يمكن أن يكون حتى للحيوانات، يمكن أن يكون للعناية بالبيئة. هذا خاص كان بالعقارات سي أحمد، ولا نجم الفلوس تكون هي أيضا وقف وحبس؟ فلوس مش معناها فلوس سائلة، إنما تكون فما حاجة رصيد، نقول أنا رصيد مالي، رصيد مالي معناها مش بالكيفية الجامدة، لأنه تولي هكا هبة متاع مال أو صدقة، لكن الوقف هو اللي ينتفع به، وليس معناها هو تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة. مش أقول لك الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة. أيوة. تمليك الانتفاع يعني هو اللي مش يمتلك الانتفاع من حقه أن يستفيد من ثمرات ذلكم المال بشكل ما. أيوة. سواء كان عقارا أو كتبا أو سيارات أو دواب أو ما إلى ذلك. بينما المنفعة إذا ملكت المنفعة يولي يستطيع هو مثلا يبيع ويكري ويقبض الفلوس، هذا لا. في الوقف هو استفادة، نعم، هو انتفاع بريع، الريع يعني منتوج وثمار ذلك المال، سواء كان عقارا أو معناها آلات أو كتب أو معناها مسكن أو ما إلى ذلك. نعم. والوقف هذا يعني في تاريخ الإسلام نعتبره
انطلق في عهد النبوة مع مجتمع المجتمع النبوي والمجتمع الصحابة، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجع عليه وتنافس الصحابة الكرام في وقف بعض أموالهم. نعم. وأشهر من قام بهذه الأعمال عثمان بن عفان، وكان رجلا ذا مال عريض، وقصة بئر رومة أو رومة شهيرة، حيث أنه كانت هذه البئر ماءها حلو جدا، وكانت فما أزمة ماء في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذه للمسلمين؟ فسيدنا عثمان تطوع بأن يشتريها وأن يقدمها وقفا للمسلمين. اليهودي أبى أن يبيعها، فاشترى سيدنا عثمان منه نصفها، ساومه على الكل، أبى، ساومه على النصف فباعه النصف. نعم. فصار المسلمون صار المسلمون يأخذون الماء يوما من بئر، من اليوم متاع سيدنا عثمان، ويوم اليهودي لا يتزودون فيه بالماء. نعم. وهو قبل كان يبيع القربة بمد من الطعام، وهذا ثمن باهظ في ذلك الوقت. نعم. فلما صار نصفها للمسلمين صاروا يتزودون بكمية يومين يوم سيدنا عثمان، فاليهودي ما عادش يربح من وراء البئر مال، فقال له: هل تشتري النصف الثاني؟ نعم. فاشترى سيدنا عثمان النصف الثاني وجعل البئر كلها للمسلمين يشربون منها، ويقول: دلوي كواحد من دلائهم. نعم. يعني هو سيدنا عثمان صار كواحد من أولئك الناس يستقي من البئر بدلو مثل سائر الناس. كذلك أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، عمرو بن العاص. نعم. وأسماء كثيرة، السيدة صفية. نعم. أم المؤمنين، السيدة حفصة أم المؤمنين، أسماء كثيرة من الصحابة رجالا ونساء وقفوا بعض أموالهم ووقفوا دورا وحوائط، حوائط جمع حائط يعني. نعم. أرض فلاحية وقفوها لوجه الله، لفائدة الفقراء المساكين، للضيف، لابن السبيل. والواقف هو الذي يحدد من ينتفع بريع ذلك الوقف. نعم. هذا سي أحمد عن مفهوم الوقف وعن نشأة الوقف في الإسلام والأسماء التي تعاملت مع الوقف. ربما النص اللي نرتكز عليه في الحديث النبوي، يعني تقول أنت مشروعيته. نعم. مشروعيته بالسنة القولية والسنة العملية. نعم. والسنة التقريرية. نعم. نعم. فبالقولية استمد حكم تشريع الوقف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يعني هون الصدقة الجارية هي تقريبا هي الوقف، هي الوقف، يعني أنه إنسان يجي يقول هذا سيبقى للسبيل. فما ناس كانت تقبل تعطي بئر ولا ماجل ولا يعطي معناها حوازة متاع زيتون. نعم. ويقول هذا لفائدة مثلا الفقراء والمساكين، مجموعة، أو لفائدة المجموعة، الأرامل. أيوة. أو لفائدة طلبة العلم، مشروط. هذا وقف مشروط. مشروط. نعم. هذا عن الوقف يا سي أحمد، والحقيقة مهم برشا أنه نتعرف شنو معناها الوقف والحبس. ولكن سي كمال حاضر معنا وأنت متخصص في المالية الإسلامية، ما فلسفة الوقف في الإسلام؟ وما أهمية الوقف وما أهمية الحبس اليوم بلهجتنا الدارجة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة إلى المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بداية أريد إضافة شيء مهم إلى ما قاله وتفضل به أستاذنا الجليل أحمد، وهو في خصوص التشريع الإسلامي الذي جاء يؤصل هذه المؤسسة العظيمة من مؤسسات التشريع الإسلامي ومؤسسات الاقتصاد الإسلامي. نعم. وهو أولا من القرآن الكريم، قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هذا تحريض على الإنفاق وعلى إقراض الله سبحانه وتعالى القرض الحسن من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، رغم أن الإنسان هو فقير إلى الله والله هو الغني،
وهذا تحريض وحث على الصدقة وعلى إنفاق المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية وهي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي الإنفاق، دعوة الإنفاق، لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المال، وهو وهذا مبدأ في الاقتصاد الإسلامي، أن المال هو مال الله والإنسان مستخلف فيه. لماذا مستخلف فيه؟ لغاية إعمار الأرض وإصلاحها وإصلاح من فيها، كما قال العلامة ابن عاشور رحمه الله، محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. نعم. بالنسبة للسنة القولية وهو الحديث الشريف العظيم الذي يؤسس إلى تشريع المؤسسة الأوقاف في الإسلام، وهو أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءته أرض من خيبر، من خيبر، وكانت أرض يعني جميلة جدا، بستان وطيبة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بهذه الأرض، وهو يتمنى أن يقدمها إنفاقا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو أصل الحبس، ماذا قال له؟ قال له حبس الأصل وتصدق بها. من هذا الحديث جاء تعريف الفقهاء لمفهوم الحبس أو الأوقاف. أيوة. وهو حتى في الفصل الأول من المشروع الذي جاءت به وزارة الشؤون الدينية في مشروع الأوقاف، في فصله الأول يعرف الأوقاف بأنها الوقف تحبيس مال وتسبيل منفعة، تسبيل بمعنى أن تكون هذه المنفعة في سبيل الله. أريد أن أتبسط في هذا المفهوم حتى يفهمه إخواننا المتفرجون. معنى أنا عندي دار ولا ملك سي كمال، والملك هذا أضعه على ذمة مجموعة طوعا. نعم. طبعا هكا ولا نجيك بتفصيل، اعطينا التفصيل وبمثال او بمثال الواقعي باش اللي معنا. نعم. يكون المساله قريبه ليه بشكل دقيق. نعم. فضل. اول شيء ينقسم المال بالمفهوم الاوقاف الى رقبه ومنفعه، الى اصل وثمره او غله او ريع. ايوه، يعني كل مال فيه اصل وفيه المنفعه متاعه. انا اذا كان عندي معمل، عندي المعمل هذا أيوة. يعني يخدم ذكر رأس مالي، ولكن عندي أرباح من خلال المعمل هذا اللي نشتغل فيه. هل ترى الوقف للأصل ولا للأرباح؟ يعطيك الصحة. أي. تحبيس الأصل هو توقيف الأصل ومنعه عن ومنع التفويت فيه بالبيع والشراء والرهن وكل ذلك. يعني التحبيس هو منع الأصل ذا من أنه يتداول، من أنه قد يكون على مدة محددة ولا غير محددة. ياسي كمال، اللي فهمناه توا كونه الأصل يحبس ويوقف ويكون ملكا إما لواقفه لصاحبه. أيوة. وفي عند بعض الفقهاء يكون ملكا لله سبحانه وتعالى، فيصبح هذا الملك هو على ذمة تلك المنفعة العامة المستحقة أو الخاصة أو المشتركة، لأن في الوقف هناك ثلاثة أنواع، إما عام يعني للمنفعة العامة. أيوة. أو المنفعة الخاصة، أي أشخاص فئة أو أشخاص بأعينهم، أو مشترك إما منفعة عامة وفي نفس الوقت منفعة خاصة لأشخاص. نعم. هذا الأنواع متاع الوحد. المثال بسيط. أيوة. أنا عندي معمل يشتغل، سواء أنا في قائم حياتي نقول هالمربيح هذه، هالغلة، هالثمرة متاع المعمل هذي. أيوة. هذي الكلها أنا نحب نبني بها مستشفى، أو نبني بها مدرسة في القرية متاعي، أو نعمل بها مخبر تحاليل طبية أو صيدلية لصناعة دواء لمرض معين. دي منزيد نفسر، هل ترى للأصل وألا للمرابيح؟ لا، أنا قلنا للمرابيح. الأصل للمرابيح. لا يقع التفويت في لا يقع التفويت كلمة فيه. كلمة الحبس. أي. هي المنع، منع الأصل أنه يقع التفويت حتى فيه. لمالكه، حتى لمالكه، حتى لورثة مالكه. لا، هنا جينا. أيوة، ما بشكل واضح الأمور. هو الأصل فيه قلنا تنتقل الملكية إلى المنفعة العامة، أي إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو يعني في الشريعة يعني نقول نحن في سبيل الله بيه. وفي سبيل الله بتبيع الأشخاص الفقراء ومجالات كثيرة. وقتاش يرجع للمالك متاعه أو الورثة؟ عندما يلغى الأحباس.
وقتها نقولوا هيا علاش كومش نرجعوهم؟ كان الملاك حي يرجعوا له، ما كانش يرجعوا للورثة نتاعو، ولكن الأصل تبقى لأي شيء يلغى. مثلا صارت التجربة التونسية وقع إلغاء الأحباس، ولكن الأصل في الأحباس التأبيد، ولكن من يقول بتوقيت الأحباس أو الأوقاف وبين قوسين، خلي نقول اللي الأوقاف هي نفسها الأحباس، وهذا ورد في كتاب الحدود لإمامنا ابن محمد بن العرفة لتفسيره أو معجم نقوله نحن، يعرف به الألفاظ والمصطلحات الفقهية، يقول الأحباس هي نفس الأوقاف، لكن درجة عند الفقهاء المشارقة يقولوا الأوقاف، والتوانسة نقولوا الأحباس. على هذاك يعني التوانسة اشتهر عندهم الأوقاف بالأحباس، وحتى اللي تو يدعيوا أن القانون والمشروع هذا عليه سميناه قانون الأوقاف، نقول لهم راهو من أجل توحيد التشريع العربي الإسلامي في المنطقة العربية وقع الالتجاء إلى اعتماد الأوقاف لتوحيد الأشريع. نعم. فقط المنفعة هذه هي الجماعية، المنفعة الجماعية، أكل الأموال. أنا عندي أرباح 100 مليون في العام ذاك المعمل متاعي، المعمل ما نمسوش، ذاك يبقى مدى الحياة، وبعد ما ماتي يبقى إلى المنفعة ذيك قرون، لكن الأرباح هذيك هي اللي تمشي إلى المنفعة اللي أنا حددتها كواقف، حددتها نقول مثلا المستشفى الفلاني، المخبر الصيدلي الفلاني، طيب المؤسسة. كنا نسمع في سحسون أعطانا بعض الأمثلة الواقعية، نعم، معناها نعم، حتى في تونس العاصمة مثلا، نعم، مستشفى عزيزة عثمانة، نعم، هو من الأوقاف، نعم، ذاك كان الأرض نتاعو. وهذا يجرنا إلى الحديث إلى مجالات الأوقاف وعدم حصر الأوقاف في مسائل دينية بحتة، نعم، أو تعبدية بحتة، لأنه درجة المعاملات في تونس أنه التصدق، وبين قوسين الحديث زاد متاع الصدقة الجارية، عدم انقطاع العمل ابن آدم إلا في ثلاث، منها الصدقة الجارية، الأوقاف هي الصدقة الجارية، لأنه تجري يجري ثوابها حتى بعد موت صاحبها وملكها، نعم. ومن هنا جت الازدواجية وصف الأوقاف بأنها دينية ودنيوية، يعني فيها ما هو دينية ودنيوية. ديني مجالات الأوقاف، معناها نعم، نجم نكون أنا نبني بها جامعة، ما نجم نبني بها مدرسة، ولا نعم، نبني بها لا، وتنجم مستشفى، نجم تعمل حتى أنت تحب مثلا مغروم بالموسيقى، أيوة، أو مغروم بالفن، أيوة، أنت تقول أنا نحب نعاون البلاد في تنمية المجال الفني في البلاد، إذا كان نحن نفترضه، وهذا صحيح واقع في تونس، أنه الميزانية متاع تونس شحيحة وقليلة، ومتعرف تونس مع الناس ثروات كبيرة وميزانيتنا على قدها، ولكن طموحات الشعب التونسي أن يرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة، وخاصة بعد الزلزال اللي صار واكتشفناه بعد الثورة، التفاوت الجهوي والطبقي الكبير ياسر، وكم من الفقراء والمساكين اللي ظهروا وبانوا في تونس، هذوما تحت الدولة ماذا بها تقوم، حتى تعبيد الطرقات هذا الكل، الانفراستركتور متاع تونس، نعم، ضعيفة، فالتنمية الرياضية، نعم، الرياضية، هذه كلها مجالات ممكن المجتمع الأهلي يساهم ويكون شريكا رئيسيا في تنمية البلاد مع الدولة. وهذا يرجعنا لفلسفة الأوقاف في الاقتصاد الإسلامي، أيوة، هو تقديم المبادرة للمجتمع الأهلي، المجتمع المدني، أن يقوم مثله مثل الدولة بميزانيته الخاصة من خلال تبرعه بالأموال وصدقته، أن يقوم بمشاريع تنموية كبيرة تفيد النهوض بالبلاد جنبا إلى جنب مع الدولة وميزانيتها. نعم، أنا شكرا لك سي كمال، ولكن سي أحمد خلينا نعرف شكون يشرف على هذه الأوقاف. نعم. فأنا عندي ملك، نعم، وعندي هالوقف ذا نحب نخليه للمجموعة، نعم، الوطنية يستفيدوا منه في مجالات متعددة، قد تكون دينية وقد تكون دنيوية. شكون مسؤول عليه؟ شكون مسؤول عليه هذا؟ قبل ما نقول لك شكون مسؤول عليها، أيوة، خليني تواصلا مع ما تفضل به الأستاذ كمال نقول اللي راهو الوقف يعني عنده خلفية في نفس الإنسان، أيوة، تختلف عن خلفية اللي تقول له عامل الدولة يقول لك ما نعاونش، تقول له أعطي في سبيل الله يقول لك الله يبارك نعطي، معناها فما دافع وجداني وديني، وإن كان كما تفضل الأستاذ مش بالضرورة الأموال الوقف تمشي لمشروع ديني، لأنه توا احنا كيف نشوفه في مجتمعنا أغلب الناس قاعدة تعاون في المساجد، نعم،
وتعاون ربما في معناها بعض اليتامى وكذا. بارك الله فيهم. اي نعم. بارك الله فيهم. نعم. اما راهو الوقف كما قال لك ينجم يمشي لتعبيد الطرقات، ينجم يمشي لمشاريع تنمويه. نعم مشاريع تنمويه، لاحداث مساكن للفقراء. ينجم يمشي نعم. يمشي لانشطه رياضيه معينه. ايوه ايوه ينجم يمشي حتى لفائده غير المسلمين، وهذا وقع في الدوله الاسلاميه أنه تحبس أموال لفقراء اليهود ولفقراء. والسيدة صفية أم المؤمنين حبست لأخيها اليهودي، هي من أصل يهودي وأسلمت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوها بقى على يهوديته ووقفت عليه منزلا أظن أو حائطا شيء من هذا القبيل. فشفت المجالات من ناحية، ثم هذا الوازع اللي في نفس الإنسان يخلي الناس يقبلون على هذا. بينما نشوفه مع الحاكم تلقى الناس يتهربون من الجباية، وإذا يقول له الحاكم هات يجي نعمله مشروع لا يخاف، يقول لك ربما الحاكم وانت تعرف قبل في العهد البائد وكيفاش كانت الناس مرغمة تقدم في المساعدات 26-26 وكذا، وما ما هيش مهكة عن معنى بوجدان. نعم. ديني إسلامي قوي. نعم. نجي وتوا شكون يشرف على الوقف؟ يشرف على الوقف هذا حسب النظام، وربما الأستاذ كمال تو يزيد يفصل لنا الحديث في هذا. أيوة. الأمر. أيوة. يعني ممكن يكون الواقف نفسه، ممكن يكلف قيم على الوقف، ممكن تكون مؤسسة على مستوى حكومي كما هو المشروع الآن اللي قاعدة ترعى فيه وزارة الشؤون الدينية. أيوة. وسي كمال مواكب المشروع هذايا وفيه معناها بارك الله فيه وفي أمثاله وفيه خيانه اللي كلهم قاعدين يخدموا على المشروع هذايا. تجم تكون هيئة منبثقة عن الحكومة، وتكون وتجب تكون هيئة مستقلة يختار لها ناس من الثقات ومعنى تسير هذا الوقف. والمسألة ما هيش كيك سايبة، هي تخضع لقوانين، تخضع ساعة للتشريع وللحلال والحرام، وتخضع لقوانين تسن لها وفق قانون المالية الإسلامية لرعاية هذه الأموال، وحتى تصرف في الوجوه المستحقة، وحتى لا يعبث بها. وتوا نرجع لهذه يعبث بها، لأنه من أسباب تعطيل العمل بالأوقاف في تونس أنه جاءت فترة من زمان ناس عبثت بالأوقاف، ولكن مش أي مجال يعبث. شكون الناس معنا؟ ناس هو مشرف ما ربما على الأوقاف عليها، ربما ناس ما باش نعرفوا احنا الأسباب. توا السياح ما تخطرش فينا ندخلولها الأسباب. علاش تم إلغاء الوقف في تونس عام 57 وإحنا كنا نشاهد منذ قليل في أمر علي يلغي الأوقاف في تونس؟ فما سوء تصرف، فما معناها تعطيل، أو الأراضي مثلا أهملت، أكل الأراضي متاع الأحباس لأنها ما هيش ملك حد متعين، فما إهمال، فما تقصير في رعاية الأشياء هذه. والوقف يعني مسألة يختلط فيها الوازع الديني بالتنظيم الإداري، وتنظيم راهو معناها يجم يكون المخالف يعاقب قانونيا، يكون فما تجم تكون مؤسسة فيها إدارة وفيها مجلس وفيها معناها ناس حكماء وناس يحسنون التصرف في هذا المجال. إن كان الأمر كذلك سي كمال، علاش تم إلغاء الوقف في تونس فعلا؟ شنية الأسباب اللي خليت المسؤولين أنذاك يلغيوا الوقف؟ واضح سؤال أستاذي نوري في محل، ونعتبر أنه هذا هو اللي من خلاله الناس قاعدة تعبر في بعض المخاوف. أنا أقول صحيح هناك بعض الإخلالات في إطار التجربة التونسية للأوقاف. نعم. ولكن السؤال من هو المسؤول فعلا عن الأخلال التي وقعت أو الإخلالات التي وقعت في مؤسسة الأوقاف في تاريخ تونس؟ هل هي مؤسسة في حد ذاتها كضعف ذاتي، أو هي مسألة خارجة عن مؤسسة الأوقاف في تونس؟ أيوة. بالنسبة لينا فما ثلاثة أقل شيء أسباب اللي خلات
جهة الإلغاء في تونس بعد الاستقلال ألغت العمل بالأوقاف. أول حاجة لازم نعرفه ساعة تاريخ الأوقاف في تونس هو قديم قدم وجود الإسلام في تونس، هذا الأولى. الثانية سنة 1874 قام المصلح خير الدين باشا التونسي بإصلاح منظومة الأوقاف في تونس وأسس بقانون الجمعية الأوقاف التونسية. نعم. هذا عام 74. يزمك تعرف اللي بالضبط بعد 7 سنوات دخل الاستعمار إلى تونس عام 1881، وكانت رغبة الاستعمار الفرنسي في تونس أنه يتحوز ويتملك الأراضي الخصبة والفلاحية في تونس، وأغلب هذه الأراضي هي أوقاف لا محبسة لا يمكن التفوت فيها هكا ولا، هذا هو القانون الأوقاف وهذه طبيعة الأوقاف. فماذا فعل الاستعمار؟ بدأ من خلال بعض الأوامر والقوانين التي أصدرها ينتزع انتزاعا هذه الأملاك الوقفية. هذا أول خلل بدأ يصير على منظومة الأوقاف في تونس. ثاني خلل من خلال بعض الواقفين الذين يحرمون البنات ويتحيلون على قانون المواريث، فيجعلون وقفهم للذكور من ذريتهم ويقصون بذلك الإناث، وهذا يتحيل على الفقه وتحيل للشريعة، وهذا مما أضر بسمعة الأوقاف. نعم. العملية الثالثة وهي النظار الذين يقفون، يعني المديرين الذين يقفون على إدارة الأوقاف قد استعملوا بعض نفوذهم، وبعض منهم كان جشعا وأصبح يمارس في استيلاءات على تلك الأراضي. شيء آخر، بعض الأراضي الخصبة الكبيرة التي لم يوجد من يتولى في استثمارها. أيوة. وأصبحت مجمدة. هذه تقريب أهم الأسباب التي بموجبها وقع إلغاء الأوقاف في تونس، ولكن هذا ليس من مبررات إلغاء الأوقاف، لأن الوقف هو مؤسسة يعني يمكن تفادي كل هذه الإخلالات. ولهذا سامحني، أنا أريد أن أتحدث عن الضمانات. أيوة. التي جاء بها مشروع الأوقاف ومنها كيفية إدارة الأوقاف في من خلال هذا المشروع. يا سي كمال، تنجيل الضمانات هذه. نعم. في أثناء حصتنا، ولكن قلنا أنه الوقف يعود من جديد في تونس، وتسألنا كيف يمارس الوقف دوره كي يعود من جديد إلى تونس. مع هذا، مع المعطيات التي ذكرتها سيادتك وذكرها سي أحمد، راه ما زالت الفكرة الأوقاف والأحباس عند الناس مش واضحة، وهو الدليل على ذلك مشينا عينا بعض الناس وسألناهم على الأوقاف والأحباس. شوف كيف تضاربت الأراء وكيف تضاربت المواقف. تعرفش إيش معناها أوقاف وإلا أحباس؟ لا نعرفش. لا ما عنديش فكرة والله، ما نعرفش، ما عندي حتى فكرة. لا ما عنديش حتى فكرة. أوقاف ولا أحباس؟ لا نعرفش، يعني ما نعرفش. أوقاف شنو معناتها؟ اللهم واحد باش يتوقف النفس نتاعه معناتها، ولا أحباس توقف؟ أوقاف يعني أوقاف في السجن، وأحباس يعني مسجون حسب رأيي. جمع حبس. بالنسبة للأوقاف اللي توقف على ذمة وكيل الجمهورية والحاكم التحقيق، يقعد مدة 3 أيام ولا 4 أيام ولا أسبوع، وبعد تالي تجيب بطاقة إداء يتعدى الأحباس الحبس السجن المدني، يقعد فيه بريود نتاع توقيف لين يجي المحكمة نتاعو، تجي المحكمة نتاعو يتعدى يكمل ربطية نتاعو يروح. الأوقاف هي واحد كي توقف يزور الجيور يعدي هكا المديدة، ومن بعد هكا يتعدى اللي ياخو حكمه ويمشي للأحباس اللي هو الحبس المدني. والله أوقاف نعرف واحد موقف في الحبس، وأحباس نعرف حبس. أوقاف ثم زوز أنواع. الأوقاف ثم إنسان معناتها كأمانة يقف عليها هذه، وثم أوقاف معناتها ممكن متاع واحد يتجاوز القانون يتوقف عليه، هذاك هو موقف. والأحباس ثم أحباس متاع أراضي، يقول لك حبس فلان هذيك أرض، وثم اللي حباس يقول لك متاع سجون. أوقاف نعرف أرض وقف ولا
معناتها ينجم واحد قبل ما يموت يخلي ارضه وقف يعمل فيها مشروع تنموي ولا يخليها الملك خاص ولا ملك عام. فهد الاستعمار كان يخلي وكيك اراضي ولا مشاريع ولا كذا على الجامعه مداخلها تعود للجامعه وهيك البلايص اللي قريوا فيهم القران وحكيت كيها كيف. الحباس يوقفها البابا الكبير الجد حتى تحبس على الثالث ولا على الرابع والكل وتقعد محبسه. في الثالث جيل ولا رابع جيل ما ينجمش يتصرف فيها كلمة تحل الحباس هذيك. فما الحباس كما يقولوا مثلا نتاع الولي والكل فما اراء الحبس نتاع الولي هذيك ما تتمسش، مثلا حبس الولي ما تتمسش، والورثه من بعد ينجموا على الرابع ياخذوا مثلا حبس 100 مرجع والحبس الولي 20 مرجع ياخذوا 80 مرجع يقسموهم. بالنسبه للمنطلق نتاع الموضوع هذا الاوقاف والاحباس في فصل في عام 57 معناتها بعد استقلال قلب عام الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه وينعمه اعلن قرار انه الاوقاف والاحباس هذه يتعلق بكل ما هو مشمول بالشيء هذا تابع الدوله. في اواخر 59 حب ينقح الموضوع هذا كيف القى تراجع كبير برشا. الور لا بعد الفتره اللي عداها الزعيم الحبيب بورقيبة جاء عهد بن علي، في عهد بن علي حبوا ينحيوا الحبس هذا يقول لك كما نقولوا عنا احنا حبس سيدي عبد الكافي، حبس فلان، حبس فلتان، لا يتباع لا يتشرى لا يترهن لا كذا، الكل مسيطر عليه الدوله. الاوقاف والاحباس وقت الانسان يحب يتوفى وما عندوش صغار ولا حتى عنده صغار يحب ليزوفروي نتاع المداخل نتاعه الكل يامنهم لمصالح خيريه، جوامع، مدارس، مستشفيات. نعرف الحباس معناتها ارض متروكه كلام فيك نساوها نسينا مواليها تسمى احباس فهمتني، ولا مثلا وحيد اهلها مثلا ما غير مالي اهل متوفيين فهمتني، ما عندهاش جده متوفيه ما عندها حد معناتها فهمتني، هيك يسمى حبس. حباس هي الحوايج المتروكه معناتها اللي ما عندهاش مواليها. كان قبل عنا في تاريخنا قبل 56 كان نظام كامل موجود هو نظام الأحباس والأوقاف. هو نظام يتمثل أهل الخير والميسورين في المجتمع يوقفوا أو يحبسوا سواء كان أرض سواء كان عقار سواء كان مشروع لفائتة الصالح العام. مشاهدينا الاعزاء ديما مرحبا بكم في زدني علما على قناه القلم، ومرحبا بكل الاستفسارات اللي قاعده توصلنا سواء كان عن طريق الصفحه الرسميه لزدني علما في الفيسبوك ولا بالبريد الالكتروني ولا حتى عن طريق التليفون 74 621 607. باش نتلقاو قاعدين نتلقاو في بعض الاستفسارات في هذه المساله ونحاول من حين لاخر اني نمد الاسئله هذه لضيوفنا الكرام في الحصه حتى نقربوا مفهوم الوقف. وكما كنت تشاهدوا الآن في الروبورتاج الإجابات كانت متضاربة ومتفاوتة، وخاصة لأنه ارتبطت بالعمر وبالسن يا سي أحمد. إذا كان كبير شوية تلقاه في السن ينجم يفيدنا بالموضوع ويعطي المفهوم الدقيق والصحيح للأحباس والأوقاف، وإذا كان من الجيل الجديد الشباب غالبيته ما يعرفش الإجابة ولا هو الحق في ذلك باعتبار أنه الأحباس والوقف في تونس وقف عام 57 معناها ما خلطوش عليه وحتى كانت عرفوا عليه سمعوا عليه سمعان، ومع ذلك 57 إيقاف الوقف. هل كان قرارا حكيما سي أحمد أنه الأحباس في تونس وقفت؟ الأكيد أنه لم يكن قرارا حكيما حسب رأيي على الأقل، وحسب رأي اللي عندهم اطلاع على منظومة الوقف وفوائدها. نعم، ما تداعيات ذلك؟ هو لماذا لم يكن قرارا حكيما رغم المآخذ واللي يتحدث عليها وفصلها الأستاذ كمال منذ حين، أيوة، ورغم ربما المحاذير والمزالق اللي يمكن ينتج عليها العمل بنظام الأوقاف، لكن هذا ما هوش مدعاة لإيقاف ومعناها إلغاء العمل بالأوقاف، لأنه إذا كان كل مجال فيه شوية مشاكل وفيه، أيوة، تسربات وفيه اختراقات وفيه مخالفات
نلغيوها ونحيوها وبعدوها توا مش نوليو نلغي كل شيء كل شيء تلغى ترى خلينا نعطيكم هالمثال وقولوا لي نجموا نلغي كرة القدم يظهر فيها برشا مشاكل وبرشا حتى وكانت تعاني ببعض المشاكل ترى تكلم قديمة من الفنون ترى تكلم وقول نحيو كرة القدم لا ما نحيوهاش مش نحيوها علاش أيوة. برا فيها مشاكل عليه وهل يقبل الناس هذا؟ هل يقبل الرأي العام وهل يقبل شوف كيفاش معناها مش كل حاجة فيها شوية مشاكل وفيها كان الأولى والأجدر أن تكون هناك وقفة قوية لإصلاح نظام العمل بالوقف أستاذ كمال منذ قليل أشار إلى ما فعله خير الدين باشا نعم. عندما معناها كون الجمعية اللي تعتني بالأوقاف ولكن قدر الله وما شاء فعل جاء الاستعمار وفعل فعله وتأخرت المسألة والمنظومة هذه معناها فسدت الأوقاف فيها فوائد اقتصادية فيها فوائد اجتماعية فيها أبعاد حضارية كبيرة جدا فيها المجتمع هكا المجتمع الإسلامي اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نعم. إذن فما فوائد كثيرة معناها علاش نحرم الناس منها نجم نعمل وقف للتشغيل لتشغيل البطالين نجم نعمل وقف لعلاج مرض مستعصي ويكون البحث العلمي الوقف هذا يمول البحث العلمي ليتقدم في مجال مكافحة مرض ما وهذا وارد والناس تقبل عليه بشكل اللي عندهم أموال وعطاهم ربي المال بس يا أحمد اللي أكيد تقول فيه تقبل عليه بحماس كبير اللي تقول فيه كلام مميز جدا وهي البرشة ولكن المشاهد أو اللي يشاهد فينا يقول لك إخوة أنا شنو اللي يضمن لي اللي يضمن لك سي كمال سي كمال يضمننا ولا الجواب عنده هو اللي مش يضمن لك تقول لك سي كمال نشوف سي كمال سي كمال تقول الكلام اللي كان يقول فيه سي أحمد مهم برشة لأنه تقول نبني جامعة ولا تبني مدرسة ولا تخصص أرباح الأموال هذه لبناء معمل ولا لحي سكن تهيل هذا ولا تشغيل تهيل جدا ولكن شنو اللي يضمن يعني الفلوس هذه مش تمشي البقاطة خاصة يا سي كمال أنه وليت تقريبا أزمة ثقة اليوم ما بين المواطن وما بين هالصناديق وهالمؤسسات اللي ربما تشرف على الأموال هذه معناها المواطن ولا محترز وهك علاش فما برشا من الناس عندهم حرج من مسألة نعم. الأوقاف نعم فعلا أنا نعتبر أنه المشروع اللي تقدم الأوقاف من وزارة الشؤون الدينية يقدم ضمانات لمثل هذه المخاوف نعم. أولا لأنه قامت دراسة على جملة الأسباب التي بموجبها وقع الإلغاء الأوقاف وكل إخلالات تحدثت عليها أيوة. ثانيا حتى مسيرة المجتمع التونسي ما قبل الثورة في علاقة بالدولة هذا كبيدو زاد أثر على أنه المؤسسة هذه ممكن تلقى بعض المخاوف ولكن هذا الكل وقع معالجته في اعتقادي من خلال هذا القانون أولا في فصل من فصول المشروع هذا المؤسسة التي تدير هذا المشروع هي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية بمعنى هذه البناء مؤسسة من جملة المؤسسات الموجودة في ضمن المنظومة الإدارية للدولة التونسية هذه الأولى كون هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ضمن المنظومة الإدارية في تونس ثانيا هي تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وهي وزارة تابعة للدولة من الحكومة ثالثا هل المؤسسة هذه تشرف عليها ويراقبها حسب الفصل 114 من هذا المشروع أحد أعضاء الهيئة الخبراء المالية في تونس المحاسبين وفي الفصل 116 يرجع كذلك الإشراف عليها من ناحية المالية لمراقبي الدولة أيوة. ضمن منظومة وزارة المالية أكثر من هذا على مستوى المشكل في خصوص التحيل والتحايل على منظومة قانون المواريث أيوة. في فصل الفصل 51 من هذا المشروع أيوة. يتحدث على أنه الوقف الخاص أي للذرية وتسمى الوقف الذري أيوة. يقف عند الطبقة الثانية فقط ومن الطبقة الثانية تحول
الى معناها الجيل الثاني عندك الحق من اولادك من الطبقه الثانيه، في الطبقه الثالثه يتحول الى الملك العام، يصبح ما عادش وقف خاص، يصبح وقف عام، يعني ما عادش يمشي كما بكري. هذا الاول. ثانيا، كل من يشترط ان الوقف يكون البنات دون الابناء او الابناء دون البنات فهذا الشرط باطلا والوقف صحيح. نعم. حتى شرعا باطل هذا. باطل الشيء. نعم. حتى نعم. شرعا باطل. فأنا نقول اللي هذه ضمانات مع الضمانة المهمة اللي هو أنه الشعب التونسي اليوم منفتح على ديمقراطية جديدة، ويزمنا نعطيه الأمل للتونسي أنه راك داخل على موجة من الحريات في المستقبل، ولا مجال للعودة للاستبداد اللي في ظل الاستبداد وقتها المؤسسات هذه ممكن يصير فيها إخلالات. نعم. ومس بثقة